عد طول انتظار يلتقي الجمهور المغربي مباشرة بعد نهاية مسلسل ولاد العم مع مسلسل جديد بعنوان سول دموعي يبث على قناة MBC5. المسلسل يندرج ضمن خانة الدراما ويعرف مشاركة عدد من الفنانين منهم المغني زهير بهاوي الذي يخوض تجربة التمثيل لأول مرة ورفيق بوبكر وسهام آسيف وربيع الصقلي وقمر السعداوي وآخرون ويشرف على المسلسل الذي يتكون من 30 حلقة المخرج إبراهيم الشكيري وكان من المنتظر أن يتم عرضه خلال رمضان الماضي قبل أن يتم تأجيله. مسلسل سول دموعي من إخراج إبراهيم الشكيري ومن بطولة رفيق بوبكر كليلة بونعيلات سهام أسيف ماجد بن كيران وقمر السعداوي، هؤلاء بالإضافة إلى مشاركة زهير لبهاوي الذي يلعب دور كمال وهو فنان موهوب ابن عائلة ثرية كما يؤدي أغنية شارت المسلسل وهي من كلماته وألحانه. نشر بهاوي على صفحته الرسمية على انستغرام صورة من كواليس تصوير سول دموعي أرفقها بتعليق يسوق فيه جمهوره للجيني رايك. وفي نفس المسلسل يشارك بهاوي كممثل إلى جانب ثلث من ألمع النجوم من بينهم كليلة بونعيلات وسهام أسيف ويونس ميكوري ومن إخراج إبراهيم الشكيري. يذكر أن آخر أعمال الفنان زهير البهاوي دويتو مع الفنان سعد لمجرد تحت عنوان الوجه الثاني حقق ملايين المشاهدات على اليوتيوب. أبطال مسلسل سول دموعي: أبان زهير بهاوي عن كفاءة ومهارة تمثيلية رفيعة بالإضافة إلى أخلاقه العالية التي مكنته من الانسجام مع الممثلين ورغبته في التعلم واكتساب الخبرة في مجال بهاوي اللي غادي يلعب الدور ديال كمال، غادي يكون ابن عائلة غنية وعائلة فنية مشهورة، وغادي نشوفوا كذلك كليلة بونعيلات اللي هي الزوجة ديال المخرج ديال هذا المسلسل الرائع سول دموعي، وكذلك المسلسل ديال ولاد العم هذا المخرج اللي هو إبراهيم الشكيري والزوج الحقيقي لكليلة بونعيلات اللي غادي تمثل الدور ديال مريم، وغنشوفوا كذلك كريمة غيت، وغادي نشوفوا كذلك وداد اللي غادي تلعب واحد دور اللي هو دور سليمة، غادي تكون عندها شخصية قوية في هذا المسلسل، وغيكون أيضا ابن الراحل محمد البسطاوي اللي هو أسامة البسطاوي، وربيع الصقلي بدور سعد، وغنشوفوا كذلك ربيع القاطي اللي كان مثل في مسلسل أولاد العم اللي كان خد الدور ديال المهدي، وكذلك ياسين أحجام. هذا المسلسل مليء بالتشويق والإثارة وفيه أحداث كثيرة. القصة دياله غادي نشوفوا مريم هي والصديقة ديالها اللي كيعيشوا الفقر في واحد الحي، ومن ثم تنقلوا لواحد المدينة أخرى. مريم غادي تعيش معاناة كثيرة وغادي تعيش الفقر، وكتحلم أنها تكون رسامة مشهورة، والصديقة ديالها كتحلم أنها تكون فنانة مشهورة ومغنية. يعني هادو هما الأحداث اللي غادي يكونوا في هذا المسلسل الرائع سول دموعي اللي مليء بالأحداث كثيرة بزاف بزاف. كنتمنى أنكم تتابعوا في القناة ديالي، غادي نبقى نحط لكم يوميا كيف ما عودتكم على المسلسل ولاد العم حتى مسلسل سول دموعي للبطولة ديالو زهير البهاوي وكليلة بونعيلات. غادي نبقى نحط لكم الحلقات يوميا، وما تنساوش احبائي الكرام تشتركوا معايا فضلا وليس امرا وتفعلوا الجرس باش ديما توصلوا بالجديد ديالي، وشكرا. خيوط الدنيا تتنسى.
حبي شافي وحبي ضار وانا في مكاني هبدل يا حقي ودت لي يا نص لمار لقتني لي ما عند حمية ولا دار لجرحني فيا ما زال فيا كتتبار سول ودموعي هبدل يا حقي ودت لي يا نص لمار لقتني لي ما عند حمية ولا دار لجرحني فيا ما زال فيا كتتبار صرت الغني.